روعه يا روعه. الله يخليكم، صباح الخير. صباح النور الفنانه التشكيليه وايضا عازفه القانون روعه الحلو، صباح ان شاء الله بالخير. الله يصبحكم يا رب، كل الخير وكل النور والسرور. حبيبتي شكرا على استضافتي معكم اليوم. العفو. روعه، خلينا في البدايه نتكلم، كبدايتك كانت فن تشكيلي، رسم بالمسامير وغيره، وبعدها انتقلتي تتعلمين العزف على آلة القانون. ايوه. شو سبب هذا التغيير وهذا الاختيار بالذات؟ هلا انا تعلمت، درست الفنون التشكيلية، درستها في كل انواعها، فاحيانا الفنان اللي بيرسم مش كل الوقت يعني هو بده حابب انه يرسم، مش كل الوقت حابب انه يشتغل في اشياء اخرى، فانا حسيت الموسيقى هي بتاخذك لعالم يعني كله فنون، بس نفس الوقت بتاخذك لعالم اخر، انت ترتاحي، بتريح الموسيقى، بتسبب هدوء للاعصاب، بتسبب كثير اشياء حلوه، بتخليك تشعري خلص بالسلام الداخلي، فهذا الشيء اللي خلاني اني الجا للموسيقى بحيث اني اختار هي الاله واتدرب عليها. فلما كنت هون في الفجيره وجدت اكاديميه الفجيره وانتسبت لهم عشان اتعلم، وحاولت يعني طبعا انا تعلمتها في فتره مؤخره يعني على كبر، يعني مش انه انا صغيره او كذا، يعني من شيء سنتين ونص تقريبا انا وصلت لهذا المكان. بديتي تدربين على الاله؟ اي تدربت والحمد لله يعني وصلت لمكان. ما شاء الله عليك يا روعه. قبل القانون ايش هي الفنون الاخرى اللي كنتي بتجيديها وبتستمتعي فيها لغايه اكتشافك موهبتك بالعزف على القانون؟ الانواع الفنون اللي بعرفها كلياتها رسم، خياطه، تطريز، كل انواع الفنون التشكيليه، ضرب بالمسامير، حرق على الخشب، رسم على الزجاج، فنون الورق، كل الانواع، حتى كل انواع الرسم. تعددت المواهب يعني روعه ما شاء الله. صناعه الاكسسوارات من الاسلاك، يعني من اسلاك السيارات اصنع اكسسوارات يعني استخدمها، كثير اشياء بسويها، ممكن كمان يعني اشياء من اعاده التدوير، اعمال يدويه، كل شيء اعمال يدويه، حتى كروشيه، كل شيء اشتغل. وبعدها توجهتي للعزف، بالتالي روعة تشوفين ان الموهبه او حب هذه الاله او العزف عليها كافي، ولا لازم الشخص بالفعل يتدرب ويدرس دراسه اكاديميه عشان يتقن العزف على هذه الالات الوتريه؟ هلا شوفي انا حبيتها، بس كيف انا بدي اتعلمها اذا ما لازم اتدرب عليها بشكل اكاديمي؟ فانا يوم تعلمت عليها بشكل اكاديمي، حفظت انه عرفت النوطه، عرفت كيف اتدرب مثلا، فيها كثير اشياء القانون الي مش سهله، بس بدها تركيز وتدريب بشكل كبير حتى تقدري توصلي لهذه المكان. صحيح روعه، يمكن حكينا تحت الهواء عن سبب اختيارك لآلة القانون وشعرنا بشغفك تجاه هذه الآلة. كثير ليه اخترتي القانون دونا عن يمكن الآلات الوترية الأخرى؟ أنا ممكن كان فضلت مثلا آلة أخرى، مع أنه دائما القانون له مكانته الخاصة وشاعريته الخاصة، ليه اخترتيه؟ أنا اخترته لأني يعني رح أقول لك شغلة، كل أعمالي بالخيوط، أنا مو مسوي مثلا لوحات في الخيوط والمسامير، فحسيته أقرب إلى قلبي، يعني خيوطه نفس خيوط اللي أنا، الفن اللي أنا بشتغل فيه، دائما بشتغل في المسامير، بضرب مثلا مسامير وبسوي فيهم لوحة، فحسيت الخيوط حسيت في تشابه وتشارك. أيوة عليكي، حسيت إنه في تشابه، في أيوة، فحبيته كثير، حسيته قريب من قلبي، أحبه جدا. ما شاء الله. طيب خلينا روعة نسمع بعد شيء منك. إن شاء الله. Thank you.
يعطيك العافية. الله يخليك يا رب، أهلا فيكم. يعني أغنية يا طيب القلب وينك من أجمل الأغاني اللي صحيح وكبرنا عليها كمان هذه الأغنية. اليوم روعة أنت لك أيضا ورشات تعليمية، علاقتك بالأطفال قالوا لنا أنه هي علاقة جدا وطيدة فعلاً. شو هي علاقتك بالأطفال وشو هي يمكن الورشات اللي بتقدميها أو كنت تقدميها؟ هلأ الورشات اللي بقدمها للأطفال رح أقول لك شغلي، هم كل شيء في حياتي. الأطفال هم كل شيء، يعني لو تشيلي من روحي جزء تكتشفي كلها أطفال. أنا كثير بحب الأطفال، يعني هم أحباب الله أول شيء، أنا بحبهم، بحب أعلمهم كل الأشياء. فكل أنواع الفنون اللي بتعلمها بحاول أبسطها بشكل مبسط لحتى أوصلها للأطفال. بحب زين حالي نفس الأطفال، يعني أنت تعرفي أنا الفساتين اللي ألبسها كلها خياطتي، أخيط فستان وأدركش حالي صور بس عشان انه شو الفت لهم انتباههم، عشان يندمجوا معك. ايوه صح، حتى يندمجوا معي يشوفوني ابغير صوتي، بشتغل معهم كثير كثير اشياء يعني لطيفه، بس انه بحيث انه شو انمي مواهبهم، انمي اصابعهم، انمي الاشياء الحسيه عندهم لحتى تنمو قدراتهم، ونفس الوقت يعني يبدعوا. الطفل هو عالم من الخيال فعلا، والابداع والابتكار لما يحصل. أيوة. حد فعلا روعه انه قاعد يشجع. صح. طيب شو أكثر يمكن الفعاليات والأنشطة اللي شاركتيها مع الأطفال وحسيتي تركت فيهم أثر أو حتى تعلموا منها ولو جزء بسيط من الفن التشكيلي أو الأعمال اليدوية؟ من الأعمال اليدوية هلأ ممكن الخياطة، التطريز، سويت معهم كتير أشياء. حلو. ولكن أنا دخلت معهم في عالم الحكاية والخيال وصناعة الدمى. أنا اشتغلت معهم في صناعة الدمى. ليش؟ كيف يعني؟ أنه صرت مثلاً أحكي لهم قصة. لأ، نحن دائماً بنعطي الأطفال القيم والأشياء والمبادئ اللي تعلمنا عليها بالصغر عن طريق الحكايات. فأنا صرت أغير شكلي، أغير ملابسي، أغير أشكالي وأحكي لهم حكاية عن طريق الدمى. فهاي الشغلة أثرت فيهم كتير، وأصنع لهم دمية فعلاً. أصنع لهم دمية، أصنع معهم دمية. هم أول شيء تتنمى موهبتهم بالعمل، وتاني شيء يحكوا فيها قصة فتنمو عندهم الكتابة، تواصل قدراتهم بالتفاعل. في الكتابة تنمو عندهم قدراتهم التخاطب. في الخيال، في التخاطب، الحديث. في الحديث. فهذا الشيء أنا كتير أسعدني إني أنا عم بصنع منهم إنسان قادر على يعني حماية مهاراته. نفسه في المستقبل، ويحمي مهاراته، ويكون عندي طفل كاتب مبدع مؤلف يقدر يصنع دمي يحكي فيها قصة. فهذا الشيء جدا ويعرف شي يحب. هذا الشيء اللي خلاني بالفعل. ويمكن خلينا نتكلم شوي عن بعض النشاطات والفعاليات الخاصة فيك في مجال الفن التشكيلي، يمكن نقول الخاصة بالكبار روعة. شو بعد الفعاليات الثانية اللي شاركتي فيها وبالفعل كان لها أثر عليك وبعدش تتذكر مع الكبار أو خاصة بالأعمال اليدوية؟ كنت أشتغل مع الكبار في الرسم على الفخار، في تزيين الدلات القديمة التراثية. ورش تدريبية يعني كانت؟ تدريبية كانت في الخطوط أيضا العربية. حلو. فكانت كتير يعني أسوي أشياء معاهم بحيث أنه الخياطة مثل كبار السن، الخياطة مثل أطفال الحاجات الإنسانية كمان علمتهم. هدول اللي بأعمار كبيرة علمتهم أنه ينموا مهاراتهم عن طريق شو صناعة مثلاً ممكن المسابح. شفتي المسابح في الزيتون، بحيث أنه الطفل اللي عنده قدرات قوية نسقه بالزيتون بحيث أنه نصنع فيه مسبحة، نصنع فيه أشياء من القهوة أيضاً. يعني هاي الشغلات القهوة بتخلي الإنسان يعني كيف يستخدمون الأشياء اللي حولهم. أيوة. والبسيطة اللي موجودة. أيوة. في حياتنا ويصنعوها بشكل جميل وتطلع يعني هيك لها فائدة في الحياة. جميل. نحن على أرض دولة الإمارات دائماً قادتنا ويمكن حكومتنا تهتم بالمواهب، وهي فعلا أرض خصبة لكل الفنانين والموهوبين. أنت اليوم حصلتي على عدة تكريمات لأعمالك الفنية، احكي لنا عنها. كتير شاركت بمعارض وكتير شاركت بأماكن موجودة في دولة الإمارات. الإمارات هي أرض تحقيق الأحلام لكل الفنانين. يعني أنا جيت على الإمارات ولكن كل أحلامي تحققت الفنية بوجودي على هذه الأرض الطيبة. طبعا شاركت بكتير معارض وتكرمت كمان في مهرجان نيابلس الدولي في تونس عن طريق أطفال الشارقة. أنا صممت لهم ديكور مسرحية فتاة القمر. أنا أيضا أصمم مسرحيات للأطفال من ملابس وديكورات. فتكرمت في مهرجان نيابلس الدولي
بتونس باسم الامارات ايضا. ما شاء الله يعني مشاركات محليه وبعد يعني خارج الدوله. خارج الدوله وشاركت في معارض في دبي اكسبو الهمم، شاركت في معرض الصيد والفروسي كثير، يعني شاركت بكثير اشياء. ما شاء الله عليك يا روعة. حتى طبعا في الفجيره في مع دوائر الثقافه، دائره الثقافه مع بيت الفن، وهذول الاشياء كلياتهم انا شاركت معاهم في ورش للاطفال اني انشر هذه الفنون، مش الي انا لازم انشرها للاطفال وللكبار واخليهم يكونوا سعيدين، بحيث انه ممكن ايام الورش تكون فنون، ممكن تكون احيانا قانون، اغني مع حلو. الاطفال ايضا يعني اسوي اغاني معاهم واغني معاهم. نوعين في المشاركات. أيوة مش نوع. بس فن تشكيله واعمال يدويه، حتى العزف ممكن، خياطات ممكن خطوط، اي شيء، مو كل انواع الفنون. مثلا بيحكوا معي مثلا انه روعه بدنا فقره عن مثلا الرسم على الزجاج، خلاص بسوي دوره عن الزجاج، دوره عن لف الورق الاورجامي، مع مكتبات كمان، مع مكتبات الشارقه في الامارات كمان شاركت. يعني تتعاوني مع مؤسسات ونقول جهات اخرى يمكن روعه عشان تبرزين هذه المهارات. أيوة. وهذه المواهب سواء للاطفال او للكبار. طبعا وشاركت كمان، انا احب القراءه جدا والكتابه، اكتب للاطفال قصص واكتب ايضا واقرا جدا، فانا شاركت مع دار راشد للنشر يوم سووا تحدي القراءه، شاركت ايضا فيه. جميل. يعني هذا الشيء لحاله، يعني انا كثير بحب القراءه، عندي وقت إلها. جميل. يمكن هذه المهارات اللي تجمعينها كلها، هذا الاحساس وهذه المشاعر الجميله بعد حابينه لما نسمع منك الشيء. حبيبتي ان شاء الله تكرمي. لما بداية فنة. شو ريحة تسمعينا؟ لما بداية فنة. جميل. بس القانون بدل بغير العرق فيه. لكنها صعبة نوعا ما، موسحة اندلسي صعب. شوي. كل التوفيق. عليك لما تجودي علينا بمقطع كافي من هذه المشاحات الأندلسية. روعة، اليوم احكي لنا شو علاقتك بالسوشيال ميديا؟ هل لك وجود وظهور على هذه المنصات، منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وعم تاخذي حقك كفنانة تشكيلية وعازفة قانون؟ ايوه، هلا انا اول شيء كان عندي حساب واحد بس بشارك فيه، يعني بشارك على السوشيال ميديا، بنزل اعمالي. حلو. بنزل اشياء، كنت انزل الفنون والقانون، اسوي اشياء كثير يعني. وكل اشياء كنت اول، شفتي اول كنا ما نهتم شوي بالسوشيال ميديا، هلا وعينا على. ايوه، بس هلا صرت اشارك، انزل اعمالي، فصاروا كلهم يشجعوني، كنت ازداد، كل ما يجيني تشجيع من الاقارب اصدقائي، حتى ناس ايام ما اعرفهم يوم يكتبوا لي كلمات هيك حلوه، تحسي بالدعم. ايوه بالدعم.
فصار يعني كثير افرح، فصرت اتشجع كل يوم انزل اشياء، صرت اشتغل شغلات، حتى في فتره كورونا صرت اشتغل اشياء في البيت وانزلها عشان الاطفال يستفيدوا هم وامهم ايضا. حلو. ما اجملك يا روعه. اي ما شاء الله عليك. ايه صرت انزل اشياء واعمل اشغال مشان انه الام، لانه انا في كورونا قعدنا نحن كمعلمين قعدنا في البيت، فحبيتهم يستفيدوا. ايه حرام انه هدول الاطفال حسوا هيك نفس يعني ولادي، فاسوي اصور حالي واصور ايدي واصنع اشياء مع بعضها بحيث انه الطفل يشوف مع امه، نفسه بتتقوى علاقه الام والطفل ايضا، يعني هي قاعده مع ابنها عم بتساعده وعم تجيب اغراض لتكون، فبتتقوى هي الرابطه. فانا كانت هذه رسالتي من اشياء السوشيال ميديا جميل يكون عندك هدف ورساله، وما شاء الله عليك يعني شخصيه متنوعه المهارات والقدرات، سواء فن تشكيل العزف على آلة القانون وحتى الأعمال اليدوية. وصلنا لختام يعني لقائنا مع روعة الحلو الفنانة التشكيلية وأيضا العازفة على آلة القانون، نورتينا في برنامج صباح الخير يا وطن. أنا كثير فرحانة بشوفتكم والنور نوركم، بشكركم، بشكر قناة الفجيرة اللي بتدعيني دائما أني أكون معاها، كثير كثير أنا سعيدة وسعيد صباحكم. نحن أسعد يا روعة. أكيد رح نختم مع المشاهدين ورح نرجع لحتى نختم على إنغام وألحان القانون لليوم. زينب وصلنا للختام. صحيح يا زينب، بيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. انتظرونا دائما بحلقة جديدة ومتنوعة من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة عبر شاشة تلفزيون الفجيرة مطلع الشمس. مشاهدينا ترينا كل يوم الساعة 10 الصبح مع ضيوف متميزين، فقرات متنوعة وأيضا مختلفة. دمتم في أمان الله. حبيبتي.